تجربة جنوب أفريقيا، وكان لك صلة بالزعيم الأفريقي مانديلا. يعني أعتقد أنك اتكلمت كتير قوي عنه بشكل جميل يعني. ولازلت هتكلم عنه بشكل جميل. لماذا؟ يعني عن قرب ماذا وجدت في مانديلا؟ عن قرب وجدت إنسان. وليه إنسان؟ لأن أنا عاصرت مانديلا في وقت زعماء الدول الكبرى وجميع رؤساء الدول وجميع القيادات في كل المجالات، في الفنون، في الأداب، في الرياضة، كانوا بيسعوا لأنهم يقربوا من مانديلا. مانديلا كان شخصية غير عادية، بيورينا ذكاؤه في أنه بيتحول حسب تغير الظروف، أنه وبعد تجربة سجن طويلة جدا بالظبط، أنه هو عانى من التمييز العنصري رغم أن أبوه كان شيف زعيم قبيلة وهو تربى تربية حلوة، إلا أنه عانى من التمييز بسبب لون بشرته. كون الجناح العسكري لحزب ANC الأفريكان ناشونال كونغرس واتسجن، ولما خرج من السجن وبقى رئيس، جم بقى أفراد هذا الجناح قالوا له آن الأوان، قال لهم لا إحنا نغفر ولكن لا ننسى. ولكن لا ننسى. كلمة جميلة جدا. كلمة جميلة جدا. وكانت عظمة مانديلا إن في الوقت اللي العالم كان بيخطب وده لم ينسى تواضعه، لم يعني يتعجرف على الناس، وأنا كنت من الناس اللي كان ليهم شرف يعني أنه حظاني بعلاقة إنسانية جميلة جميلة. مهما أقول لك هذا الرجل العظيم بداخله إنسان نقي، إنسان طيب جدا جدا، إنسان ذكي جدا جدا، تفكير منظم جدا جدا، ولما يريد شيء بيحققه. وهكذا كان زعيم يعني بالزبط. يعني جاءت رئاسته لهذا البلد اللي كان منقسم وبيعاني من الاضطهاد و انه في النهايه يصبح هو الزعيم الاكبر في جنوب افريقيا.